النهاردة حديث أساسي يدور في أروقة الكوماسة، وعنوان بارز في معظم الجلسات الدائرة هو كيفية رفع مستويات التجارة بين الدول الإفريقية، وكيفية تحقيق حاجة مهمة قوي، مفهوم الربط بين الدول الإفريقية. للأسف أنه هذه الدول الإفريقية لحد النهاردة مع التطور التكنولوجي الكبير، مع التقدم اللي حصل داخل بعض الدول دي، لكن سبل الربط بينها لو كانت برية أو بحرية ما زالت سبل الربط بين الدول الإفريقية وبعضها مفقودة. ما زالت فكرة التجارة ونقل البضائع والسلع بين الدول الإفريقية وبعضها صعبة جدا، وفيها الكثير من العقبات والتحديات. ما زالت حرية الانتقال بين بعض الدول الإفريقية وبعضها البعض ليست كما ينبغي، ومش بالشكل اللي بيحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية، ومش بالشكل اللي بيحقق أنسب وأفضل وأقصى استغلال لموارد الدول الإفريقية اللي تقدر النهاردة تعمل نوع من أنواع التكامل بينها وبين بعض، وتقدر تعتمد على المزايا التنافسية اللي بتتمتع بها كل دولة، سواء كانت موارد طبيعية أو كانت موارد بشرية وإمكانات وطاقات تقدر تكمل بها ما ينقص في الدولة الأخرى. النهاردة التجارة موضوع كبير وعريض، وجوه ثنايا هذا الموضوع الكثير من العقبات والتحديات. عشان كده النهاردة ده موضوع نقاشنا مع ضيفي اللي هو معني جدا بهذه القضية، وقضية التجارة ونقل السلع والبضائع وكيفية رفع مستويات التجارة بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، وهو السيد مارداي بنكاتاسامي، رئيس مجلس الأعمال في زامبيا. اسمحوا لي أرحب بيه مع حضراتكم. مستر مارداي، سيد مارداي، سعداء بوجودك معنا على قناة المحور، وأهلا بك. شكرا مستر مارداي، ممكن أن تطلعنا على مشاركة المجلس في هذه المناقشات الخاصة بالكوماسة؟ أحب أن أقول أن المجلس الأعمال هو صوت القطاع الخاص لمنطقة الكوماسا أو مجتمع أعمال منطقة الكوماسا، ويتحدث بصوت 21 دولة أعضاء الكوماسا. ومنذ بدايتها أو منذ بداية هذا المجلس كان يتقابل ويعقد اجتماع بشكل دوري، وهو هذا هو الاجتماع 16. نجتمع على مستوى صانعي السياسات والوزراء، ونتقابل معهم، نناقش الموضوعات ذات الصلة بمجتمع الأعمال. كنا نتحدث منذ وقت طويل في الحقيقة عن التجارة البينية في منطقة الكوماسا، ومعناها أننا نتاجر مع بعضنا البعض. وللمفاجأة وبعد عدد كبير جدا من السنوات، للأسف حجم التجارة بين دول الكوميسا هو 12 مليار و7 من عشرة. 12 و7 من عشرة مليار. هذا هو الحجم فعلا، هذا هو حجم التجارة فعلا. بينما نحن في بلادنا نحقق أرقام أكبر من ذلك، بدلا من نتبادل التجارة معا، وارداتنا وصادراتنا كبيرة، أما التعامل البيني داخل الكوماسا فهو قليل. إذن هذا المنتدى لرجال الأعمال أو منتدى الأعمال، نريد أن نتعرف على تلك العوائق التي تحد من التجارة البينية، وهذا هو الغرض. كيف يمكن أن نزيد هذا الرقم، حجم الحقيقي لدول الكوماسا؟ أحدهم ذكر هذا الصباح وقال هو أننا لابد أن لدينا قيمة مضافة، بمعنى أن هذا لا يعني أن دولة واحدة لا يكون لديها كل شيء، ولكن دول مختلفة كل دولة لها خصائصها تتعاون معا، وهذه الدولة لديها قيمة مضافة، وهذا شيء شديد الأهمية لمجتمع الأعمال للكوماسا. لنتخذ زامبيا مثالا، كيف يمكن لزامبيا أن تزيد قيمة تجارتها وصناعتها بدلا من تصدير المواد الخام فقط؟ الوزير قال هذا الصباح أن زامبيا تصدر المواد الخام، ولكن إذا استطاعت زامبيا تصنيع البطاريات فهذه قيمة مضافة للاقتصاد الزامبي. إذن لابد أن نقوم على تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة.
كيف يمكن للدول الإفريقية الآن أن تزيد حجم التجارة الداخلية والبينية؟ وما هي العوائق التي لابد من إزالتها؟ فكرة منطقة تجارة حرة مثل الكوميسا، هذه الفكرة هي حرية الحركة للمواطنين وللبضائع، ولكن للأسف لا المواطنين ولا البضائع يتحركون بسهولة وحرية. هناك أشياء لابد من فعلها، وهو إزالة العوائق بين الدول، حتى أن حركة المواطنين يحتاجون لتأشيرات لكي ينتقلوا من بلد إلى آخر. وهذه أمنية لمجلس الأعمال الكوميسا، أن تقوم الدول حتى على الأقل لرجال الأعمال إزالة هذا العائق الخاص بالتأشيرات للتحرك بحرية. وهناك الكثير لابد من إنجازه، ولهذا السبب لابد أن القوانين تكون واضحة وتزيل تلك العوائق. ما مدى أهمية مشروعات البنية التحتية لزيادة التجارة البينية في إفريقيا؟ قبل التوجه للبنية التحتية، أجد أن هناك مشكلة أخرى، وهي مشكلة التواصل داخل القارة ليس فقط في منطقة الكوميسا. لابد من زيادة أساليب التواصل، سواء كانت تواصل عن طريق البحر أو البر أو الجو، هو أيضا أحد العوائق. هذا التواصل أو قلة التواصل هو سبب في قلة التجارة البينية، ولا بد أن نتصدى لهذه الأساليب المختلفة للتواصل. وبتعديل التواصل يمكن تصحيح البنية التحتية وجعل هناك بنية تحتية. أعتقد أن مشروعات البنية التحتية تحتاج إلى تمويل ضخم. كيف يمكن لنا أن نجمع هذه التمويلات؟ فيما يتعلق بالتمويل، ربما تتفاجئين أن التمويل موجود. المسألة ليست مسألة تمويل، ولكن مسألة إرادة الدول وإرادة صانع السياسات في الكوميسا. ولكن التمويل موجود ومتاح دائما للمشروعات الجيدة، ولكن أعتقد أن المتفق عليه أن الحكومات لا يمكن أن تسير في هذا الطريق وحدها. كيف يمكن أن نجعل القطاع الخاص منخرطا في هذا عندما يأتي الأمر إلى الأعمال؟ ما يحتاجه القطاع الخاص هو الوضوح ووضوح الرؤية. هذين هما المطلبان الضروريان للقطاع الخاص كأحد العاملين في الاقتصاد. بمجرد أن يتوافر هذان العاملان ويكون هناك حالة من الاستقرار في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص ينخرط في الأعمال. شكرا جزيلا على وجودك معنا.